بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على منهج الدعوة السلفية في التغيير، وذكرنا أنه يقوم على إيجاد الفرد المسلم أو إيجاد الشخصية المسلمة الملتزمة المتكاملة التي لا يطغى فيها جانب على جانب، على الأقل فيما يتعلق بأساسيات مكونات هذه الشخصية. وأما التوسع في نوع من النوافل أكثر من نوع، فهذا مما يسر الله به تعالى الازدياد في أنواع الخير. وأما اختلاف التوظيف في فروض الكفايات، فهذا أيضا يراعى في تنوع الكفاءات وتنوع الاستعدادات ونحو ذلك. وبالتالي فلدينا الأمر يقوم على أعداد شخصية المسلمة المتوازنة، بحيث تأخذ ما تحتاج في كل باب من الأبواب، وتهيأ لأن توظف في الجزئية الثانية، هي إيجاد الطائفة المؤمنة. وإيجاد الطائفة المؤمنة غير متوقف على وجود الخلافة أو غيرها، بل يجب في ذات الوقت الذي يسعى فيه إلى تطبيق الشرع أن يطبق ما يستطاع منه، وأن يحاول أن يجعل هناك داخل المجتمع الكبير صور للمجتمع الذي ينبغي أن يكون للمجتمع المسلم، لا سيما داخل أماكن المساجد التي هي المفرخة الرئيسية للدعوات، وداخل وبقدر الطاقة في أماكن العمل والدراسة وغيره. وفروض الكفايات كثيرة، ذكرنا منها العلم، وذكرنا أن العلم له أهمية خاصة في دعوته. هذه قضية في غاية الأهمية، لأن القضية بين طرفين وسط، بمعنى البعض يقول العلم والعلم فقط، والبعض يقول أن العلم معوق أو أنه لا أهمية له أو لا ينبغي أن تنشغل به الدعوات، يكفي في الأمة عالم أو اثنين أو ثلاث. ومع أنهم إذ يكتفون في الأمة بعالم أو اثنين أو ثلاثة، يريدون من باقي الأمة أن يكونوا في لا يعلمون عن دينهم إلا أقل القليل. ونحن ذكرنا أن العلم هو القاسم المشترك بين جميع الفروض العينية والكفائية. تكمن أهمية العلم هنا، إن أي عبادة وأي قربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى تقوم على أن تعلم فضلها وتعلم حكمها، إذا كانت واجبة أو مستحبة ونحو ذلك، وتعلم كيفية أدائها وشروطها وموانعها إلى غير ذلك، ثم تقوم بها. فالعلم نصف كل العبادات، سواء الأمور العينية أو الأمور الكفائية. ومن يتصدى لأي نوع من أنواع القربات بلا علم يفسد أكثر مما يصلح، يصلي صلاة باطلة، يصوم صوم يعني مشكوك فيه، يؤدي زكاة غير صحيحة، يفعل كذا. والأمر في فروض الكفايات أخطر، يسفك دماء محرمة ويظن أن هذا جهاد، يحقق مفاسد، يستجلب على الأمة مفاسد ويظن أن هذا تغيير للمنكر، يداهن أعداء الله ويظن أن هذا تحقيق المصلحة، إلى غير ذلك من الصور التي تنشأ عن غياب العلم. فإذا العلم له دور أساسي بلا شك، وأي دعوة لا تقوم على العلم
يعني يكفيها ذما أن يكون أصحابها يذمونها بأنها دعوة غير قائمة على العلم. لابد أن كل أي دعوة تكون قائمة على العلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يكفي أيضا في كل دعوة وجود واحد أو اثنين أو ثلاثة، لأن الدعوة من حيث الاسم معنى أن تدعو غيرك، فلازم لابد أن يكون كل داعي لديه قدرة على بيان الدليل ما يفعل، وعلى بيان الحق، وعلى غير ذلك من الأمور. وحتى لا تنحرف الدعوة بانحراف واحد أو اثنين مهما بلغ درجتهم في العلم. وجود شيوع العلم مما يعني يكون سبب لعصمة الجماعة من الانحراف. إذن لابد من العلم بصفة عامة لكل عمل تؤديه، لابد يكون العلم شيء رئيسي فيه. وهناك من يتخصصون في طلب العلم، هذه مسألة أعلى، بمعنى يكون دورهم الرئيسي القضاء بين الناس في الخصومات، أو دورهم الرئيسي تعليم الناس، فهو سيقوم بدور التعليم أو بدور الإفتاء أو بدور القضاء أو بدور الرد على الشبهات، وهي أدوار عظيمة فيها شغور وفيها نقص وقصور شديد جدا لابد أن يسعى المسلمون إلى سد. وهذا لا نلزم به كل الدعوات، يعني لا نلزم كل الدعوات إنها يكون من ضمن برنامجها أن تسد الثغرات هذه الثغرات. ولكن كما ذكرنا من قبل، الذي يتكلم ويطرح منهج، إما أنه بيطرح ما سيقدر هو على عمله، مع وإما أنه يطرح المنهج المتكامل للأمة، وينبغي أن يكون هناك اتفاق على خطوط عريضة للمنهج المتكامل للأمة، ثم لا بأس أن تأتي مجموعة وتسد ثغرة دون أخرى، ولكن مع تأكيدها على أنه لابد أن يسد غيرها الثغرات الأخرى. لو جاءت بعض الشركات الإسلامية وقالت نحن تركنا لكم باب رد الشبهات والباب القضاء والإفتاء ونحو ذلك، لكان مقبولا، لكن هو في العكس يعني ينتقد الاهتمام بطالب العلم الذي غرض سد هذه الثغرات. وبالتالي هنا نشأ أهمية أخرى نسبية للعلم في دعوتنا. يعني نحن نتكلم الآن كمنهج إصلاحي للأمة الإسلامية، لابد أن العودة إلى العلم بدرجات مختلفة، لكن العلم مطلوب لكل أحد، مع حتى العوام الذين سيؤدون الفروض العينية فقط يحتاجون علم هذه الفروض العينية، الذين سيعملون في سد الفروض الكفائية يحتاجون إلى العلم بهذه الفروض الكفائية، فهذا علم مطلوب من كل الناس. ثم هناك العلم المطلوب لسد ثغرات تحتاج إلى متميزين في طلب العلم من القيام بالقضاء والإفتاء ورد الشبهات وغيره. هذه ثغرة مطلوبة لذاتها، ثغرة عظيمة من الثغرات. فعندما نجد أن معظم الدعوات تقصر حتى في طلب العلم الضروري بالنسبة لأفرادها، من أنه يتعلم الفروض العينية كيف تؤدى، الفروض الكفائية حتى التي يقوم بها ما هو وجهها، فيتعين على الدعوة حينئذ إذ سدت هي هذه الثغرة، سواء بأن الآخرين تركوها لها اعتمادا على أنها هي المؤهلة لها، أو أن الآخرين تركوها ظنا منهم أنها ثغرة غير ضرورية، فيتأكد أن نسد نحن هذه الثغرة ولا نتحرك عنها. وهذا يؤثر في المنهج العملي والتربوي للدعوة، بمعنى أنك بتجد تلقائيا هناك يعني نوع من أنواع التوجيه، أنه من يصلح لطلب العلم غالبا ما لا يوجه إلى غيره، دايما يبقى فيه أولويات. يعني حتى الناس يعني في المجتمعات اللي فيها تخطيط، عندما يأتي يجد تخصصات معينة نادرة، يبتدي يعمل أنواع من أنواع الترغيب والتحفيز لأن يدخل الناس هذه التخصصات، الطلبة النابغين في المراحل التمهيدية، المرحلة مثلا تسميها بالمرحلة الثانوية
قبل الجامعة، يأتي هو محتاج تخصص الطب مثلا، فيجعل هذا التخصص له مزايا في التعيين والمرتبات وغير ذلك، بحيث يراغب الناس أنها تدخل. محتاج مجال الطاقة النووية مثلا، فيقوم يعمل ترغيب أنه من يدرس هذا الجانب، لا يريد أي مثلا ما دام محتاج هذا الجانب يريد النابغين أن يدخلوا. النابغ عادة عنده يعني القدرة، يريد أن يستثمرها الاستثمار الأمثل، فيقال له الاستثمار الأمثل الآن مثلا الطاقة النووية. لماذا؟ لأنك إذا دخلت حتى وإنت طالب تأخذ مكافآت وإعانات وكذا، وعندما تتخرج تعين براتب كذا وكفاءات كذا، فإذا يحدث نوع من أنواع التوجيه للكفاءات للتخصصات التي يحتاجها المجتمع أكثر. هذا عند وجود تخطيط في المجتمع. لذلك كانت الأمة الإسلامية قديما وفق هذا المنهج يكون التعليم الأولي هو الكتاب، وهو تعليم شرعي في المقام الأول مع بعض قواعد القراءة والحساب وغيره، بحيث يتم الفرز عند نهاية مرحلة الكتاب بأن النابغين يوجهون إلى العلم الشرعي، الطبقة الأولى من الطلاب. ولأن طبيعة التعليم التأهيلي الأولي كان ذو طبيعة شرعية لاستخراج أولا لتعليم المسلم ما لا يسع المسلم جهله، والإخراج الشخصية المسلمة المتزنة المتكاملة التي نتكلم عليها، كانت آلية إخراجها قديما للكتاب، إن كل أطفال المسلمين يرسلون للكتاب يتعلم يحفظ ما يطيق من القرآن ومن السنة ومن الآداب، يتعلم الفقه ويتعلم القراءة والحساب، فيؤهل دينا ودنيا، وأكمل علم الدين أكبر، لأن المسلم يحتاج إلى هذه الأمور أكثر من حاجته إلى الصناعة أو التجارة وغيرها، وهذه يتعلمها كل أحد. فإذا انتهت مرحلة الكتاب فرز النابغين، فاستمروا في طلب العلم الشرعي، وأما غيرهم فيوجهون إلى طلب الصناعات والحرف الدنيوية ونحو ذلك. وهكذا. أنا أقول إن لابد لكل مجتمع من أولويات، بحيث إنه من صلح لهذه الأولوية لا يوجه إلى غيره. الآن بعض الأبناء المسلمين وبعض المجتمعات يرون كرة القدم يعني على رأس القائمة، بمعنى إذا كان عنده ابنه نابغ في التعليم ويعني ماهر في كرة القدم وجهه الأكاديميات كرة القدم، وفي التعليم وجهه إلى يعني المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمعاهد التي تعطي شهادات بدون دراسة متعمقة، لأن الاستثمار لموهبة ابنه من وجهة نظره أنه إذا كان ينفع في الكرة وينفع في التعليم لا يبقى الكرة أحسن. لأنه لماذا؟ أنه لو أنه حط وضع قدمه على طريق الاحتراف الكرة احتراف الله واللعب، حيكون وهو عنده 18 سنة بيتعاقد معه بالملايين، بينما طريق التعلم صار طبيب صار مهندس صار كذا، يبقى وهو عنده 28 سنة لسه بيتحسس بداية الطريق انه يبدأ يجني يعني شيء من الأرباح أو الدخل نتيجة جهده وإنفاقه طوال السنوات التي قبلها. الأمر مختلف. فنحن نقول إن المنهج الدعوة توظيف جميع الطاقات ومحاولة سد جميع الثغرات الفروض الكفائية، ولكن بالفعل من صلح لطلب العلم لا نوجهه إلى أمر آخر. نعم يشارك، لابد من المشاركة العامة، ولكن لأن طلب العلم هو الحاجة الملحة رقم واحد عند الأمة ككل وعند الدعوة بصفة خاصة، لأن الأمور استقرت على أن السلفين هم الذين يسدون ثغر طلب العلم، فهذا الأمر يترجم أحيانا خطأ على أن الدعوة لا ترى إلا طلب العلم، وإنه إذا دخل شخص لا يحسن طلب العلم فيعني يخرج أفضل له.
هذا غير صحيح. نعم نقول ان طلب العلم له الأهمية التي ذكرنا، ومن ثم يكون التوظيف بهذه الطريقة، بمعنى انه الجو العلمي عموما كما وصفنا في جو الكتاب، الجو العلمي مشجع ومرغب ومبذول وكثير بدرجة تجعل اللي عنده طاقة علمية تبدو تلقائيا. الذي ليس عنده هذه الطاقة يستفيد القدر العام، الجو العلمي العام، يسمع كلام إجمالا في إثبات الصفات، يبقى عقدته صحت في الصفات، ولكن ما يعرفش يقعد يشرحها ولا حتى يناقش مثلا الأشاعرة والمعتزلة. حتى لو سمع الدرس اللي فيه أخذ ورد وجذب مع الأشاعرة أو غيرهم، فيستقر في ذهنه أننا نثبت لله ما نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إلى غير ذلك، وهكذا. ويبقى هناك أمور أخرى من الفروض الكفائية ينبغي أن تقوم بها الدعوة، وينبغي أن توظف فيها الطاقات، لا سيما الطاقات الأقل إقبالا على طلب العلم، مع أن طلب العلم كما ذكرنا حاضر في كل المهام. لازم يكون طلبة العلم هم الذين يقودون كل المهام بالتوجيه الشرعي المنضبط. يأتي يعني يلي طلب العلم في الأهمية الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن حتى المصطلح المعاصر يعني كان قديما نقول أن الإمام المسلم دور الإمامة هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، فيوجد إمام يكلف الناس ينظر الفروض الكفائية اللي فيها تقصير فيحاول أن يسد ذلك التقصير من طلب العلم، من الإفتاء، من القضاء، من الحسبة، الأمر عن المنكر، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، جهاد الدفع وجهاد الطلب، كل ذلك كان يقوم به الإمام. الآن حصل تقصير نتيجة نظام مدني لا يرى أن هذه الواجبات أو معظمها غير مدرج على قائمة مهام السلطات المدنية. السلطات المدنية يعني ترى أمور كثير من هذه الأمور لا تقوم بها أو تقوم بها على غير وجهها إلى غير ذلك مما سبق ذكره. من الذي يقوم بهذه المهام؟ من اصطلح على تسميتهم بجماعات الدعوة إلى الله. انظر هذا الاسم اللي متفق عليه تقريبا بين جميع الاتجاهات، ان التوصيف العام لهذه الاتجاهات انها جماعات دعوة الى الله. تعرف من هنا ان وصف الدعوة هو اخص وصف ينبغي ان يكون موجود في هذه الجماعات. البعض يقول لك نعم من باب الدعوة الخدمات، اقدم خدمات للناس فهذا باب من ابواب الدعوة، ولكن اذا كنت تقدم خدمات للناس دون ان توجه اليهم اي دعوة صار هذا باب من أبواب الخير، نعم، ولكن ليس فيه دعوة، أو أن كان فيه دعوة أن الناس دول ناس كويسين. ماشي، طيب الناس دول ناس كويسين كده بالمصطلح إزاي أنا أكون منهم؟ إزاي أبقى كويس زيهم؟ إيه التربية اللي خلت بعض الناس يجود بوقته وماله مثلاً، وبدل ما يرجع من عمله يروح عمل تاني، او يرجع من عمله ويقعد على القهوة، او يرجع من عمله يقعد مع اولاده، بلاش الحاجات المحرمة حتى الحاجات المباحة او المستحبة، بقى بيقتطع من وقته جزء يقوم فيه على حقوق الناس وحاجاتهم. اذا في فرق بين لما تقول ان من وسائل الدعوة إزداء المعروف إلى الناس والقيام بحاجاتهم، وبين أن تقول من الفروض الكفائية القيام بحقوق الفقراء والمساكين ونحو ذلك، لأن الذي يقوم بحقوق الفقراء والمساكين مستغرق في هذا الأمر استغراقا تاما لا يوظفه في الدعوة، وهذا خير.
ولكن احنا بنقول ان الدعوة ينبغي ان تكون بارزة، ان احد ما المهام التي ينبغي ان تقوم بها جماعات الدعوة الى الله، حتى من يعني استفادة من الاسم لابد ان تقوم بالدعوة. والدعوة في حاجة ماسة الى العلم، لذلك قلنا العلم، الدعوة هو البلاغ والبيان والتوضيح، ان يكون لدى هذه الجماعات المنهج الذي ذكرناه من الاصل النظري، ان هي دي مقومات الشخصية المسلمة، هي دي موضوعات الدعوة اللي هتتقال في خطبة الجمعة واللي هتقال في الدروس العامة والمواعظ العامة في الكتيبات والملصقات وغيرها مما يخاطب بها، لان انت الان عندك خطاب بتوجهه لأناس ما زلت تعتبرهم في يعني عداد المدعوين، وهناك خطاب بتوجهه لمن تعدهم في عداد الدعاء، عندك مدعوين وعندك دعاء، فلا بد يكون واضح جدا ان المدعوين هم المجتمع كله، وان لابد من خطاب هؤلاء بتوضيح معاني الدين ومعاني الايمان الشاملة، وما ينبغي ان يكون عليك فرد مسلم محتاج ايه لكي يكون قد حقق اسلامه في نفسه، والصورة التي ينبغي ان يوجد عليها المجتمع المسلم، والدعوة المتكررة له ان ينتقل من صفوف المدعوين الى صفوف الدعاء، هذه كلها دعوة ينبغي ان توجه. يمكن ان يوظف فيها عوامل كالهدية كالقيام بحاجة الناس، هذا يمكن اعتباره جزء من الدعوة. مثلا يعني يوجد في بعض مجالات العمل الطلابي أنشطة خدمية بتقدم، بيكون الغرض منها أنه يدرج ضمن مثلا يطبع مذكرات أو نحو ذلك، يدرج فيها نصائح تتعلق بالمنكرات العامة الموجودة في المجتمع الجميع. فإذا صار هو بيقدم شيء من أنواع الخدمات للناس حتى يضمنها دعوة، فإذا دي وسيلة من وسائل الدعوة. أما أنه يكون يؤدي هذه الخدمة بنية التيسير على المسلمين، ده فرض كفائي آخر، ولكن ما ينفعش نلاقي جماعات الدعوة إلى الله أهملت العلم وأهملت الدعوة وتحولت إلى مثلا زي مشروعات الجامعات الخيرية أو الجامعات الشبابية الموجهة من بعض الدعاة بجمع مثلا الكتب القديمة والملابس القديمة وتوزيعها، كل ده باب من أبواب الخير، ويوجد فئات من الناس هذا أقصى ما يمكن أن توظفوا فيه لا بأس، ولكن تصور أن هذا يعد مشروع بديل عن مشروع جماعات الدعوة إلى الله اختزال لمشكلة أمة تعاني الجهل بمنهجها، تعاني فقدان هوية، تعاني لا تعرف الرسالة التي بعثت بها والتي ينبغي أن تقدمها للناس. أنت إذا اختزلت الأمر في أنك جمع الأشياء القديمة أو الجديدة، جمع الأطعمة، جمع كذا جمع كذا، صار هذا أمر يقوم به النصارى، يقوم به الشيوعيين، ويقوم به كثير من الناس، إما يعني لما في فطرتهم من رحمة فطر الله البهائم عليها فضلا عن الأدميين، وإما لأنهم يريدونها وسيلة للدعوة. فإذا لا يمكن أبدا أن نختزل الدعوة في أنشطة خدمية، الدعوة علم علم ودعوة، دعوة ابتداء أنا اسمها دعوة، عايز تدعي الناس، وقبل ما تدعيهم لازم تتعلم وتعرف عايز تدعيهم لإيه، بحيث يكون ما تدعوهم إليه هو الموجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتقدم مشروع نهضة، مشروع تكوين أمة على أفراد يطلب منهم يكون عندهم كذا وكذا وكذا وكذا، مجتمع مفروض يكون فيه مهام، يكون فيه من يفتي، في من يقضي، في من يعلم، وفيه من يقوم على حقوق الفقراء والمساكين. إذا كان حقوق الفقراء والمساكين جزء يسير من الأنشطة المجتمع الإسلامي، يمكن أن تقوم بها كوسيلة لتبليغ الدعوة، ويمكن أن تقوم بها كغرض في ذاته، لأن أنت مطلوب شرعا أنك تسد حاجات الفقراء، لكن إدراك الفرق ده في غاية الأهمية، بحيث أن احنا لو عملنا أن احنا هنجمع الكتب القديمة والملابس القديمة ونجمع الأطعمة ونوزعها،
أنجزنا إيه إحنا من المشروع الإسلامي المتكامل؟ أنجزنا جزء القيام على حقوق الفقراء والمساكين، أو أنجزنا منه ما نستطيع، لأن طبعا المهام صعبة كبيرة جدا والأمة متسعة، ولكن مجال الدعوة تيجي تعلم فيه تقول أنت العمل ده لا علاقة له بالدعوة البت. إذا جيت أنت يعني مثلا وزعت على الناس كتيب عن وظائف شهر رمضان ومعاه دعوة بأنهم من وظائف شهر رمضان القيام على حقوق الفقراء والمساكين، وأن المسجد عنده مشروعات كذا وكذا وكذا، خدمت في الثغرتين بدرجة ما. ليه؟ لأن برضو الكتيب في وظائف شهر رمضان سد إحدى الثغرات من الخريطة المتكاملة. لابد دايما تكون الخريطة المتكاملة قدام عينك، وإحنا أنجزنا إيه من مهام وضوح رسالة الإسلام ككل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. لا يعني نحقر من المعروف شيئا، ولكن في ذات الوقت لا نسمي الأمور بغير اسمها، ولا نختزل المعاني الشرعية اختزالا دون أن ندري. فإذا لدينا مهام طلب العلم، هذه مهام مطلوبة على المستوى التي أشرنا إليه، مهام الدعوة إلى الله وهي نقل هذا العلم إلى الناس، ونقل هذا العلم إلى الناس. نقول عندما نأتي للتعلم لابد من التعلم بالصورة القياسية التي ارتضاها العلماء عبر جهود وتجارب، وصاغوا المناهج الصياغة التي المحكمة التي تصوغ الشخصية العلمية المتزنة أيضا، التي تفهم القضية فهما جيدا. عند إخراج القضية ينبغي أن يكون دارس القضية، طالما قد درسها دراسة جيدة وأتقنها، ينبغي أن يجيد إخراجها للرجل العامي، ويجيد إخراجها لجمهور المسجد، ويجيد إخراجها لمن يقابلهم في المواصلات، يجيد إخراجها على هيئة خطبة وعلى هيئة درس وعلى هيئة كلمة قصيرة وعلى هيئة المقالة صحفية أو مقالة في مجلة مسجد أو غير. ينبغي عندما نتكلم عن الدعوة نريد شخص متقن للقضاء التي يتكلم فيها، يجيد أن يخرجها حسب مستوى والظروف المتاحة أمامه. هذا يبقى إذن تتسع مجالات الدعوة من كمكان، من المسجد إلى المدرسة إلى الجامعة إلى مكان العمل إلى القناة الفضائية إلى وسيلة المواصلات إلى نحو ذلك، كوسيلة من الكتاب الكبير للكتيب للنشرة للملصق للمطوية للشريط للسدي إلى غير ذلك. كل هذه أمور، ولكن خلاصتها وجد من درس وأتقن ثم تعرف على الناس وبذل جهده في أن يقرب المعاني إلى الناس بطريقة تبلغها عقولهم وأفهامهم. بعد العلم والدعوة يأتي سد جميع الثغرات الأخرى. أيضا نحن نقول بنتيجة أن العلم والدعوة رقم واحد عموما فيما تحتاج الأمة الآن، ورقم واحد خصوصا للاتجاه السلفي، لأن كثير من الاتجاهات الأخرى استغرقت في فروض كفائية أخرى، وبالتالي لا بدل أن نزاحمهم فيها نسد الثغرة التي لا يزاحم فيها أحد. وليس معنى هذا أن مثلا إذا كان هناك من يقوم بالواجب بقضية القيام بحقوق الفقراء والمساكين وكالجمعية الشرعية مثلا، فلها جهود جبارة في هذا الجانب. لن نترك نحن طلب العلم والدعوة لكي نزاحم الجمعية الشرعية في هذا الجانب، ولن نتركه بالكلية إحياء لمعناه في القلوب، ولأن معظم الناس إذا دخل المسجد يريد أن يستكفي بهذا المسجد. مش معقول هيبقى اللي دخل المسجد بتقول له طب هنا احضر الخطبة والدرس، هنا لما تيجي تخرج زكاة الفطر روح المسجد المجاور او اللي في مكان اخر امر. فلابد من
يعني على الأقل جمهور المسجد يحصل على كفاياته الشرعية من المسجد. فإذا محتاج كتاب يبقى فيه كتاب لأبنائي، محتاج يقيم فرح، ما ممكن ما تعملش فرح عندنا، فممكن تدفعه أنه يعمل فرح في معصي، أو أنه يشعر أنه هذا المكان لم يشبه حاجاته الشرعية. قلت له إياك والأفراح اللي فيها مزمور الشيطان و فلما جي طلب منك تساعده في أنك تعمل فرح شرعي، قلت له لا، المسجد ونظفت المسجد و فإما أنه خلاص يعمل اللي فيه مزمور الشيطان، أو يروح للمكان اللي وفر له فرح، وممكن يوفر له الفرح ما وفرلوش العلم. فإذن لابد ان احنا نؤدي هذه الثغرات من باب التكامل، من باب ان المنهج النظري كله رصيد عملي، من باب استيعاب الطاقات الموجودة داخل المساجد، الافراد لابد ان كل انسان يبقى له وظيفة يخدم بها دين الله تبارك وتعالى، من باب إشباع حاجات جمهور المسجد، حاجاته الشرعية ونحو ذلك. ولكن في النهاية نحن نصر إذا كانت الجهات الأخرى سد الثغرات نحن لا نستطيع أن نسدها، ولا ننافس من أجل المنافسة، وإن كان المنافسة في الخير إن لم تشوبها شوائب يعني إرادة الدنيا ونحو ذلك بلا شك من الخير العميم، ولكن نحن نقول نحن نساهم، نعطي العلم والدعوة أكبر الجهد، وثم تأتي جميع الفروض الكفائية الأخرى. ونحن نعرف تماما أن كثير من هذه الفروض الكفائية توجد اتجاهات إسلامية أخرى تؤدي فيها وتبذل فيها مجهود أكبر وأفضل، نحن نفرح بذلك. وإن كان هناك من خلل عند البعض وهو يؤدي فرض كفائي معين، نقوم بالنصيحة والتوجيه، ولكن عموما نريد من الجميع أن يؤدي هذه الفروض الكفائية. ويعني لعل الكون إن الدعوة السلفية أو من ينتسب إلى الاتجاه السلفي في أي مكان سيجد نفسه مستغرق بدرجة كبيرة في باب العلم والدعوة. هذا هو السبب الذي من أجله قال الشيخ الألباني أن مساحة العمل الإسلامي لا يستطيع طيار واحد أن يسده. كان لما سئل على ما ينقم على الإخوان والتبليغ وغيرهم، قال نحن لا ننكر عليهم أنهم تسموا بهذا الاسم أو أنهم صاروا جماعة وهكذا، إنما ننكر عليهم ما خالفوا في منهج السلف، ولو أنهم التزموا بقاعدة الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة لوجب التعاون والتكامل معهم، لأن مساحة العمل الإسلامي أوسع من أن تسدها أن يسدها اتجاه واحد. وبالتالي نحن بنقرر الأصل النظري ونضع جميع الفروض الكفائية ونسد منها في المقام الأول وبدرجة كبيرة أبواب العلم والدعوة، ونساهم قدر الإمكان في الأبواب الأخرى. يقول ولذلك بعد ما ذكر الكلام على العلم والدعوة في باب الفروض الكفائية، قال وكالواجبات الاجتماعية من سد حاجات الفقراء والمساكين ورعاية اليتامى وحث الأغنياء على الزكاة والصدقة ومعاونتهم في إخراجها على ما جاء في الكتاب والسنة وعيادة المرضى ودعوتهم إلى الله وأحياء الروابط الأخوية بين المسلمين من اتباع الجنائز والتعزية في المصائب وإجابة الدعوات والتهنئة في الأفراح وغير ذلك، وكالسعي إلى إيجاد نظام المال الإسلامي لإبعاد الناس عن الربا والريبة وسائر المعاملات المحرمة، وكذلك تربية الأمة على روح الجماعة برد الناس إلى أهل العلم منهم وجمعهم عليهم ونهيهم عن التفرقة
وكذا إقامة الجهاد في سبيل الله طالما وجدت مقوماته وشروطه والسعي إلى أسبابه عند العجز عنه، فما تعلمه المسلمون في أفغانستان مثلا ومن أعظم الواجبات والقربات. يعني الجهاد في أفغانستان هنا على الكلام في أول أمره في الثمانينات حينما كان جهادا شرعيا ضد الروس، وهو الآن أيضا جهاد طالبان ضد الأمريكان هو جهاد شرعي بإذن الله. وكان هناك فترة من فترات الوضع الأفغاني كان في قتال فتنة بين المسلمين، ولكل يعني واقعة حكمها الشرعي. لكن وقت كتابة هذا الكلام كانت الإشارة فيه إلى جهاد المسلمون جهاد المسلمين في أفغانستان ضد الروس. يقول وكذلك تعليم الناس لزوم التحاكم إلى الشرع برد موارد النزاع إلى أهل العلم الذين يجب وجودهم والسعي إلى إيجادهم في كل مكان لفض الخصومات وفق الكتاب والسنة بعيدا عن القوانين الوضعية الطاغوتية، وهذا وغيرها من فروض الكفاية كإقامة الجمع والجماعات والأعياد. يمكن للمسلمين إذا اجتمعوا وتعاونوا على إقامتها كما أمرهم ربهم فقال وتعاونوا على البر والتقوى أن يقوموا بأضعاف ما يقومون به الآن من غير مفسدة ولا مضرة بإذن الله، وما قاموا به من الحق كان سببا لتمكين الله لهم مما عجزوا عنه، فإن الطاعة سبب للطاعة. يقول ثالثا كيفية التمكين. في الواقع ثالثا ليست جزء من المنهج، المنهج يقوم على إجادة الفرد المسلم والطائفة المؤمنة، ولكن هو إجابة عن تساؤل. البعض يقول ماذا نريد في نهاية الأمر؟ نعم نقول نحن نريد مرضاة الله والجنة، أو كهكذا ينبغي أن يكون، وبالتالي إذا كان هذا هو المراد فالواجب أن نطيع الله تبارك وتعالى. الواجب هو طاعة الوقت، وما ذكرناه هو بإذن الله طاعة الوقت، فلا نريد أكثر من ذلك. لكن ماذا ننتظر؟ نحن نقول المسلمون الأولون آمنوا بالله وطاعوا الله عز وجل طاعة الوقت، فمنهم من قضى نحبه قبل أن يمكن للدين، منهم من مات في مكة في فترة الاستضعاف، ومنهم من مات في المدينة قبل فتح مكة، ومنه وهكذا. فالقضية ليست قضية أن ندرك نحن تحقق وعد ما من الله، ولكن القضية أن نسعى نحن. نحن مطلوب منا أن نربي أنفسنا على الدين، وأن نحاول أن نقيم الدنيا بالدين، نأخذ بأسباب ذلك. ولأنه هناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فالقضية بالأخذ بالأسباب الشرعية فقط، وليست القضية بالنتائج. الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالنتائج لا في دين ولا في دنيا. يعني لن تحاسب إن إذا كان إنسان يعني مات من مرض أو مات من تحت ولايتي أو وصاياتي، لن يحاسب لماذا مات، ولكن سيحاسب هل عالجه أم لا، هل أخذ بأسباب الصحة أم لا. ولذا من أدرك هذا استراحت نفسه، يأخذ بالأسباب وهو يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن هناك وعد، هل نحن من الأمة التي يبعث نبيها وليس معه أحد؟ هناك أمم على الحق إن شاء الله، نبي على نبي من عند الله، ولكن كان هو لم يؤمن له أحد. هناك نبي آمن معه رجل أو آمن رجلان أو أكثر، لكن أمتنا أمة خيرية وعدت بنصر في الدنيا، وهذا النصر تحقق. ولكن هناك أدلة على أن بعض مراحله لم يتحقق،
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وملك الأمة الإسلامية في الفتوحات الإسلامية الأولى لم يدخل وسط أوروبا، وإن كان دخل أطرافها من الجهتين، ولم يكن قد اكتشفت الأمريكتين، مما يدل أن هذا الوعد لم يتحقق بعد وسيتحقق جزما بإذن الله. البعض أحيانا نوع من النظرة المادية المفرطة، يقول متى، تقول العلم عند الله، يقول ضع خطة، لابد من التخطيط. وفي الواقع إن هذا نوع من سوء الفهم، طبعا علم الإدارة وغيرها مما يعني علوم الدنيا يمكن أن يستفاد بها في إدارة شؤون الدعوة لا بأس، وإن كان يعني علم الإدارة على اتساعه لا يكاد يصلح في باب الدعوة إلى الله منه إلا بعض الإجماليات وبعض القواعد العامة، لأنه هو علم مصاغ لإدارة نشاط إنتاجي غرض الربح، في قوانين صارمة، في ثواب وعقاب مبني على أمور محسوسة ملموسة عند الناس، إنه إذا عمل يأخذ أجر، لم يعمل يخصم منه أجر إلى نحو ذلك، فيمكن فيه التخطيط، ويكون التخطيط بناء على رؤية. أما أنت تتكلم على تغيير الله لقلوب العباد، يمكن أن يصلحهم الله في ليلة، ويمكن أن تظل 1000 سنة أو قريب كما ظل نوح عليه السلام، فلا ينفتح لقلوبهم غلق المسألة. فأي تخطيط إذن؟ على ماذا تخطط؟ الذي يخطط في مجال إدارة الأعمال أو حتى في مجال إدارة الموارد الحكومية يسمونها الإدارة العامة، يخطط بناء على أمور ومعطيات معروفة، ويكون نسبة الخطأ، لأن هناك سنن كونية معروفة، إذا كان بيخطط في مجال الإنتاج والطاقات المكن وطاقات الأشخاص وحتى المحفزات، كيف يمكن أن تثمر، ممكن ترفع طاقة الشخص المقدار قد إيه، والمنافسات في الربح والخسارة، وممكن تبيع، كلها حسابات مادية محسوبة. ولو إن إنسان ماهر يمكن أن يكون تخطيطه يتحقق منه قدر كبير بناء على أن السنن الكونية فيه. ومع هذا بتحدث مفاجآت، ويكون في تخطيط يعني ممتاز جدا، وقد الله تبارك وتعالى يعني أمر من عنده، كارثة، زلزال، يكون سلعة كمالية وتم إنتاج كمية كبيرة منها، تحصل أزمة اقتصادية فتركض يعني. ولكن عموما التخطيط في مجال إدارة الأعمال أو إدارة الأمور الدنيوية، تخطيط الأمور لها سنن كونية محفوظة. وأما تغيير قلوب العباد فهذا أمر لا يمكن أن تتوقعه، فقط تأخذ بأسبابه، ووفق ما يتحقق على أرض الواقع أنت ترى فضل الله تبارك وتعالى عليك، وأنت تعلم أن هناك من الأنبياء من بعث وليس معه أحد. إذن من السفه الكلام على خطة دعوية، إنه احنا هندعو 10 سنين بعدها هنلاقي إن عدد اللي بيصلوا الصلاة الجماعة بقوا نص المجتمع، لا يعني أو كذا كلام، يعني في قدر كبير من الخبط. ولكن نحن من جهة نقول إنما يلزمنا طاعة الوقت، ومن جهة نقول نحن معنا وعد من الله تبارك وتعالى، فنحن نستبشر به من مات دون حسبه أنه فعل ما عليه، ولعله أن يكون أعظم لأجره، ومن أدركه فليحمد الله تبارك وتعالى على إدراكه. فإذا نحن لا نضع جدول زمني، ولا نشترط أنه لابد حتمية المواجهة. لماذا حتمية المواجهة؟ نحن نقول متى تجوز المواجهة، متى تجب، ومتى تستحب، وأصناف من يواجهون إلى غير ذلك. وهذه قواعد تطبق كل على حاله،
وأما القول بحتمية المواجهة فهو مخالف للسنة الشرعية. العجيب البعض أحيانا يجمع بين قمة المادية في الأسباب وبين قمة التواكل. ابتداء تجده مادي جدا، لابد من خطة، وإن الكلام ده كلام دروشة إنك تقول طيب لابد من خطة، يوم واضع خطة حتمية المواجهة العسكرية. طيب كويس، انتوا كام واحد؟ 10، هتواجه مثلا جيوش جرارة بالملايين او تقترب منه. يقول لك النصر من عند الله. طب يعني انت في الاول المبدأ اللي خلاك تبحث الموضوع ان لابد من تخطيط، وان الكلام ان تكل الامر الى الله، ده نوع من الدروشة على حد زعمك. ثم ان لما تيجي الحسابات تلاقي كلها مبناها على انه انت انصروا الله ينصركم، مع ان الله تبارك وتعالى ده كلام انه احد اسباب النصر، احد اسباب تنزل النصر من الله ان تكون النية خالصة لله، وليس ان الانسان بينصر نفسه او ينصر جنسه او قومه، ولكن عندما يأتي ينصر الله تبارك وتعالى بالسنن الكونية، بالسنن الشرعية التي امرته بمراعاة السنن الكونية وحساب المصالح والمفاسد، هتجد ابتداء يقول لابد من حسابات، ثم تجد كل الحسابات حسابات وهمية بأن فقط. ويعني طبعا تجارب عجيبة، مثلا تجربة الفنية العسكرية، مجموعة بيخططوا ان هم يستولوا على مخزن السلاح بتاع الكلية الفنية العسكرية، وماذا بعد؟ وماذا بعد ايه؟ ماذا بعد؟ خلاص هيبقى معاهم سلاح، تقوم الدولة الإسلامية يعني. وكل تقريبا الحسابات بما في ذلك حادث المنصة نفسه، طبعا الجماعة الإسلامية اللي كانت نفذ أو المنفذ أو أحد الاتجاهين اللي نفذوا حادث المنصة، هم نفسهم دلوقتي بيقولوا احنا مش عارفين فكرنا ازاي يعني بأي تفكير. طب انت يعني قتلت الرأس، طب هو هي الدنيا واحد مهما كان ده هو مين، ومين اللي قتل وعمل ايه؟ تجد معظم الحسابات حتى من ناحية الحسابات المادية حسابات فيها درجة كبيرة جدا جدا من التوكل. فاحنا ابتداء بنتوكل على الله تبارك وتعالى، ولا نخوض فيما ليس في ايدينا، ولا نعلم ماذا يفعل الله بنا غدا. والصحوة الإسلامية منذ بدأت وهي تحقق نتائج على خلاف المتوقع بفضل الله تبارك وتعالى، وكل ما يزيد التضييق كل ما الصحة الإسلامية ذاتها مفاجأة ضخمة، إن الجيل الجامعة اللي كان يربى على العلمانية لقلب العالم الإسلامي إلى عالم علماني صرف كأنه جزء من أوروبا، هو الذي خرجت منه الصحوة الإسلامية التي تبنت المشروع الإسلامي بفضل الله تبارك وتعالى. فنحن لا نشترط على الله تبارك وتعالى شيء، وإنما المطلوب أن نوجد أسباب النصر المعنوية من الإيمان والعمل الصالح والقيام بما نستطيع من فروض الكفايات. فإذا فعلنا ما نقدر عليه فقد يعني من فعل ما يقدر عليه فقد أدى ما عليه ويلقى ربه بإذن الله تبارك وتعالى، وقد أدى ما عليه، ويأتي النصر بإذن الله حينما يوجد جمع كبير من الأمة يؤدون ما عليهم في خاصة أنفسهم، ويتعاونون مع بعضهم البعض في إيجاد صبغة المسلمة للمجتمع المسلم. فلذلك يقول: وأما نهاية المطاف وكيف تقام دولة الإسلام بعد ذلك، فنحن لا نجب على الله أمرا معينا نعتقد حتميته ولزومه وأنه لا سبيل سواه، بل قد قص الله علينا من قصص أنبيائه ورسله من آمن قومه كلهم بدعوته بالحكمة والبيان. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ومنهم من نصره الله بإهلاك أعدائه بقارعة من عنده أو بأيدي الرسل وأتباعهم، وقد جعل سبحانه وتعالى في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمور أيضا، ففتح عليه المدينة بالقرآن، وكذا فتح عليه البحرين واليمن،
وكثيرا من جزيرة العرب، كما فتح عليه مكة بالسنان، وفتح على أصحاب العراق وما وراءه والشام ومصر وغيرها بالسنان كذلك، وله الحمد سبحانه على كل حال. فالتمكين منا من الله ووعد غايته تحقيق العبودية لله للفرد والأمة. يعني الإنسان ينبغي أن يكون مقصوده الأصلي العبودية، وإذا كان الله قد أمرنا أن نسعى للتمكين لدينه في الأرض فهو جزء من العبودية، لا العكس، أن يكون التمكين غرض لذاته، فهذا قد يكون يعني فيه دخل في النية. يقول: والأخذ بالأسباب المقدورة لنا واجب علينا، والنصر من عند الله لا بالأسباب. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذه السلسلة التي كانت بعنوان البحث نشر قديما بعنوان السلفية ومنهج التغيير. نحن تناولنا تحت عنوان السلفية ومنهج الإصلاح، وبقي أن نشير إلى أن بعض الإخوة ظن أن هذا نوع من أنواع الدراسة لمناهج الجماعات الإسلامية، والأمر ليس كذلك، بل هو المناقشة من حيثية رؤيتهم لمنهج الإصلاح، وليس من حيثية المنهج العقدي ومنهج الاستدلال، هذه حيثية أخرى. يعني هناك حيثيتين: منهج الإصلاح هذه حيثية، وذكرنا الخلافات يعني اتجاه الدعوة السلفية واتجاهات الأخرى. بعض هذه الاتجاهات تتوافق مع الدعوة السلفية في المنهج العقدي، كالجماعة الإسلامية منهجها العقدي في الجملة منهج سلفي، أو هي تعلن التزامها بالمنهج السلفي في المنهج العقدي وفي مناهج الاستدلال. ولكن الخلاف، أو طبعا الجماعة الإسلامية ذاتها غيرت الآن، لكن قديما يعني قد يوجد هناك عرض آخر من باب المنهج العقدي ومناهج الاستدلال، وهذا تبرز في جماعات التكفير وجماعات التوقف، وممكن بعض الجماعات تجمع بين الأمرين كجماعة الجهاد مثلا، فهي لها منهج خاص في التغيير أثر على اختياراتها في مسائل الإيمان والكفر، بحيث أنه يوجد لديها غالبا بنسبة بدرجة كبيرة بين أفرادها قبول للاتجاهات الغالية في باب التكفير. فهذه الحيثية لم نتناولها في هذا البحث، حيثية يعني مناهج المنهج العقدي ومناهج الاستدلال، ولأن يمكن استنباطها من خلال دروس العقيدة، حتى وإن لم نصرح بمنهج كل اتجاه فيما وافق في منهج السلف أو خالف، أو هل التزم من حيث المبدأ بمنهج السلف أم لا، ثم عند تفصيل الكلام هل طبق الالتزام الإجمالي أم أخل في بعض الأمور. فإذا هذه الدراسة كانت بتعنى بمناقشة رؤية كل الاتجاهات الإسلامية للإصلاح بعد رمضان إن شاء الله، يعني هذا الأسبوع والأسبوع الأخير قبل رمضان بإذن الله. يبقى لنا في غدا إن شاء الله، في الأصل هو درس الأصول، ولكن نستبدله غدا بموضوع دعوي كان من المفترض أن احنا نتناوله في درس الثلاثاء، لأن يوم الثلاثاء هو يوم أصول الدعوة، ولكن لما ضاق الأمر رحلنا للأربعاء، وهو الكلام عن رمضان شهر الدعوة إلى الله، سيكون غدا إن شاء الله نختم به هذا الأسبوع، ونتوقف بعد بإذن الله تعالى ما بعد رمضان. يعني سوف نستشير الإخوة غالبا، ولكن سيحتاج الأمر إلى تأكيد، سوف نتناول مناهج الإصلاح الغير إسلامي. طبعا ليست مناهج إصلاح ولكن يراها أصحابها كذلك، سنتكلم عن العلمانية بفروعها من الليبرالية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها. غالبا ما سيكون هذا هو موضوع الدرس بعد رمضان إن شاء الله تبارك تعالى.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.